إذن مشاهدينا بننتقل من السنع في الضيافة الإماراتية إلى مهرجان الفنون الإسلامية، حيث تتواصل الفعاليات والأنشطة الخاصة بالنسخة 21 من مهرجان الفنون الإسلامية تحت شعار أفق، بمشاركة نخبة من الفنانين والخطاطين من جميع أنحاء العالم ليقدموا نتاجاتهم الفنية. وفي إطار الفعاليات الخاصة بالمهرجان تم افتتاح معرض روحانيات من عبق التاريخ في بيوت الخطاطين بالشارقة. عن هذا المعرض نتابع تقريرنا التالي. عالم من السحر والجمال يسافر بك عبر رحلة خيالية فنية نحو بحور الخط العربي والزخرفة الإسلامية ضمن عدة معارض فنية غاية في الإبداع خلال فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية في نسخته 21، والتي تم افتتاحها في ساحة الخط بقلب الشارقة بتنظيم من دائرة الثقافة وبحضور عدد من الفنانين العرب والأجانب. الحقيقة لي الشرف بمشاركتي في معرضي الشخصي ضمن مهرجان الفنون الإسلامية بدورته الحالية، وهذا المعرض أنا سميته الحرف الخالد. طبعا الحرف الخالد هو الحرف العربي، حرف القرآن دائما، وكان عندي مشاركة ب 24 عمل، من ضمنها الحلية الجامعة اللي استغرقت بالعمل سنة ونصف كاملة وفيها 9 أنواع من أنواع الخطوط العربية، وركزت على أهم الأنواع في الخطوط العربية مثل الكوفي القرن الأول الهجري في الأعمال، والثلث والمحقق والريحان والنسخ والديواني وجليد ديواني وهكذا. أقمت معرض الشخصي عن طريق الابتكارات اللي سويتها، ابتكارات جديدة وحديثة في فن الزخرفة، والابتكار اللي أفتخر بأنه سويته هي صورة شيخ زايد، لأن هذا أول عمل إلي أو أول عمل هو يقام بالزخرفة. واشتغلت على طبقات العين لابن الهيثم مثل ما تلاحظون، واشتغلت على الاسطرلاب والبوصلة والوتر الخامس اللي اخترعه زرياب. 8 معارض خطية تألقت ب 262 عملا تنوعت في مشهدية غاية في البهاء تعكس جمالية الحرف العربي، توزعت ما بين بيوت الخطاطين التي ضمت 107 عملا فريدا، ومركز الخط الذي احتضن 3 معارض ب 113 عملا لكبار الفنانين، إضافة إلى مشاركة مميزة لمجموعة خطاطات شابات واعدات إماراتيات ومن دول خليجية أخرى بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية. شاركنا ب 42 عملا فنيا. شاركت في ملتقى خطاطات الخليج، وهو أول ملتقى خليجي للخطاطات الخليجيات. شاركت بعملين، العمل الأول سورة العفة والعمل الثاني الرحمن. العفة هذا العمل اللي شاركت فيه لأول مرة، وكانت وصراحة سعيدة أني التقيت بالخطاطات الخليجيات وصديقاتي منذ 2013 تقريبا، وأول لقاء لنا في الشارقة. طبعاً مشاركتي هذه لأول مرة، وهو المعرض أصلاً لأول مرة لفنانات الخليج. حلو أن جمع فنانات من الخليج العربي، حلو أن احنا تعرفنا على مجموعة من الخطاطات المتميزات. مشاركتي أنا وياهم مشاركة حروفيات عربية مدموجة بالفن التشكيلي، فيعني أنا مشاركتي شوية لها جانب خاص. المشاركات من خطاطات، أنا أرسم الحرف العربي، وجدا سعيدة بدعوة المعرض لي أني أنا أشارك معاهم. أصالة الحرف العربي وألق الزخرفة الإسلامية والكثير من الأعمال الفنية الملفتة اكتست بها ساحة الخط ببيوتها وجدرانها، فغدت تحفة عابقة بروح الحضارة الإسلامية وفنونها العريقة التي تخطف قلب الزائر وتجعله في حالة من الذهول والدهشة أمام الإبداع اللامتناهي الزاهي بأعمال كبار الفنانين بطابع فريد غاية في الروعة والجمال. Thank you.
حياكم الله. فن الخط العربي والزخرفة الإسلامية من أروع الفنون مشاهدينا، وهو يعد بصمة خاصة يتميز به عالمنا العربي والإسلامي. للحديث أكثر عن هذا المعرض معنا اليوم من جمهورية العراق الخطاط زياد المهندس، وأيضا من مصر الحبيبة معنا الفنان مجدي إخضير. يا هلا ويا مرحبا بكم أستاذ زياد وأستاذ مجدي، منورين الشارقة. الله يخليك بنفسها. نتكلم طبعا عن مشاركتكم أول شيء في هذا المهرجان. ببدأ وياك أستاذ مجدي، خبرني عن مشاركاتك عادة في مهرجان الفنون الإسلامية. هاي أول مرة تشارك في المهرجان ولا كان في مشاركات سابقة؟ وإذا كان في مشاركات سابقة لماذا الحرص على هذا التواجد؟ والله هو لو في مشاركات سابقة ما كانتش في تشاركة، كانت في جدة، مدينة جدة يعني. نعم. أول مرة تدخل أصلا في بأي لوحة أو مشاركة في مهرجان الفنون الإسلامية. بالنسبة لك أستاذ زياد؟ نعم، ثاني مرة أشارك في مهرجان الفنون الإسلامية. العام الماضي اشتركت في ورشة، يعني مو معرض شخصي. ما شاركت بأعمال؟ لا ما شاركت بأعمال، لكن ورشة فنية كانت. وهذه السنة شاركت مع تلميذي سامان كاكا معرض شخصي، يعني اشتركنا باللوحات حوالي 45 لوحة تقريبا. 45 لوحة ما شاء الله موجودين. نعم. طبعا في بيوت الخطاطين. نعم نعم. في معرض مشترك. نعم. خليني أتكلم وياك كذلك أيضا أستاذ مجدي، يعني عن التواجد في هذا المهرجان. يمكن أنا تكلمت سابقا مع فنانين شاركوا في هذا المهرجان وخطاطين، الزخم اللي موجود في هذا المهرجان والتواجد الغير عربي الكبير في هذا المهرجان، شو اللي يضيفه من قيمة لهذا المهرجان وكذلك أيضا لكم كفنانين؟ هذا الاحتكاك، هذا التواجد، هذا التواصل، هذا التبادل في الخبرات ربما مع الفنانين من غير الأصول العربية. والله هو بيعتبر مسألة عالمية. الحمد لله، يعني بتجيلها من جميع أنحاء العالم. نعم. فنانين، فبرضو في احتكاك، بقى في تبادل خبرات. خبرات، تبادل خبرات. تواجد عربي وتواجد أجنبي كده، الحمد لله. نعم. بالنسبة لك أستاذ زياد؟ نعم طبعا الفنان يعني كعام أو الخطاط بشكل خاص لا يستطيع أن يعتمد على نفسه في إطار محدود، مثلا في بلاده أو في مدينته. يجب أن يختلط مع فنانين آخرين. صحيح. حتى يعرف مستواه ومستوى المستوى المتطور لهذا الفن. نعم. يعني يجب أن تختلط مع الفنانين وتناقش معهم أو تشوف لوحاتهم على الأقل، يعني تقارن لوحاتك مع لوحات الفنانين الآخرين. نعم. حتى تصل للمستوى المحدود الموجود. نعم. في الحين. جميل. حتى لا يتوقف خلنا نقول الفنان التشكيلي أو الخطاط عند مستوى حد محدد. معين. نعم. بالضبط، أو مستوى محدد حتى يكون عنده طموح أنه دائما يطور أو يجدد. نعم. في عمله الفني. طبعا أنتم في مجالين ممكن تكونوا مختلفين نوعا ما لكن أيضا متداخلين. فن التشكيلي وأيضا الخط العربي. طبعا. خليني أبدأ بالفن التشكيلي وياك أستاذ مجدي. شو اللي حرصت أنه يكون موجود من لوحات في مهرجان الفنون الإسلامية؟ عشان هو مهرجان الفنون الإسلامية. وبما أني جلست في مكة والمدينة كتير. ما شاء الله. الحمد لله. فحرص على أن أنا أعمل يعني أسجل أسجلها في لوحاتي كلها. الحمد لله. يعني مكة المكرمة والمدينة المنورة موجودين في كل لوحاتك أستاذ مجدي؟ في كل لوحاتي. وبما ان برضو الناحية الإسلامية فانا برضو عملت الناحية الإسلامية في من مصر. قاهرة المعز للنهر الفاطمي. برضو في ثلاث لوحات يمكن مشاركت فيهم كذلك ايضا. وفي نفس الوقت في عملت من الامارات برضو العربية. جميل. عملت حاجات من الامارات. من الامارات كتير. يعني تحب تركز على المدن خلنا نقول او مدن العالم الاسلامي استاذ مجدي في الفن التشكيلي؟ طبعا طبعا. ليش المدن بالتحديد؟ يعني مكه والمدينه لهما قدسيه بالتاكيد، يعني لا مجال للخوض فيها، لكن غيرها من المدن يعني القاهره القديمه. أيوة. الامارات مثلا اخذت بعض يمكن المشاهد من دوله الامارات. أيوة. ليش المدن؟
لا ما هو انا ما انا بحط الشكل الاسلامي برضه الموجود مش مش اي مدينه. انا بحط الشكل الاسلامي المدينه. تركز على الجانب الاسلامي في هذه المدينه. على السنة احنا في مرحله من الاسلام برضه. نعم. كذلك ايضا يعني كانت لك محاوله لرسم الخط العربي. الان شو الفرق؟ يمكن انا قبل اللقاء كنت اسالكم شو الفرق بين الخط العربي ان انا اخط وان انا ارسم الحرف العربي؟ والله هو اول حاجه هو النظره تختلف تقريبا. انا اتعمق في الحرف قياساتها ونسب الموجوده في الحرف. ولكن احتمال الاستاذ مجدي بس يصورها يعني تصوير الصور يعني انا انا ادخل في عمق الحرف. وهناك طبعا يمكن خلينا نقول اصول وقواعد محدده. وبعدين برضه انا برضه كل نوع من انواع الخط. انا برضه انا خريج خط عربي. واحنا اصلا كمان عائله فنيه. ما شاء الله. عائله خضر بورسعيد. عائله خضر. فبرضه ما ينفعش ان انا ما اكتبش خط. فانا برضه دارس خط الحمد لله. بس الناحيه الفنيه بتطغي عليها. حتى ساعات مثلا بعمل مثلا خيول او حاجه بدخل فيها حروفيات الخط العربي. نعم. مثل الان طبعا يمكن اللوحات اللي نشاهدها استاذ مجدي على الهواء مباشره هاي طبعا لوحات لمكه المكرمه والمدينه المنوره. كذلك ايضا اعتقد يعني رسم الكعبه المشرفه لابد أن يدخل فيه رسم الحرف العربي حيث أن كسوة الكعبة فيها أساساً. بالضبط كده. صح. نعم. بعض الآيات أو وجود آيات عليها هذه يعني تجبر أعتقد الفنان أنه. وغير كده في عندنا العمارة. العمارة كلها العمارة الإسلامية. بالضبط. العمارة الإسلامية. والعمارة من الفنون كمان. بالتأكيد. والعمارة الإسلامية يعني الحقيقة أثرت على باقي دول العالم أو أثرت في العمارة العالمية. طبعاً. شكل العمارة الإسلامية. أثر على يعني العمارة الحديثة كذلك طبعًا أيضاً طبعًا في دول العالم أجمع فلها تأثيرها الخاص ولها يعني جماليتها إن كان في التركيز في الفن التشكيلي أو كذلك أيضاً ربما الأعمال اللي قدمت في مهرجان الفن الإسلامية في أعمال كذلك أيضاً ثلاثية الأبعاد طبعًا ركزت على فن العمارة بشكل جداً جداً جميل طبعًا. نعم. بالنسبة لك أستاذ زياد طبعاً يمكن أنت يعني كخطاط شو اللي أنت حبيت تقدمه وتركز عليه في مهرجان الفنون الإسلامية؟ لأن معرضنا مشترك مع أخي سامان هو مختص بخط النسخ. وأنا أركز على خط الثلث وجلي الثلث. مع أن الثلث معروف طبعا من أصعب أنواع الخطوط يمكن نعم العربية. نعم هو تلميذي أنا درست خط النسخ. بس خليت خط النسخ حتى هو يبرز به. وأنا ركزت على ثلث الجلي والثلث العادي. وحتى عندي لوحات يعني خط النسخ موجودة في المعرض. جميل. ولكن أكثر اللوحات تقريبا خط الثلث والثلث الجلي. أنا أعرف طبعا أن كل خطاط إلى جانب تفضيله لنوع معين من أنواع الخط يأخذ خط أو مجال معين فيما يرسمه أو فيما يعبر عنه في لوحاته. في بعض الخطاطين ربما يركز على العبارات أو الأقوال المأثورة. في بعض الخطاطين يركز على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. حضرتك أستاذ زياد شو اللي أنت حبيت تقدمه بشكل خاص في مهرجان الفنون خصوصا أن يعني مثل ما ذكرت يمكن في البداية أن في هذا المهرجان نحن ما نتعامل فقط مع أغلبية مسلمة لا نتحدث كذلك أيضا عن أجانب ربما لا يعتنقون الدين الإسلامي. اللوحة الخطية يعني حتى لو تكتب حرف واحد يعني تعتبر لوحة خطية. بس أنا يعني أكثر لوحاتي يعني مضمونها آيات قرآنية. لسبب واحد لأن أنا مسلم. الكلمات الموجودة في القرآن أنا لا أرى موجودة في غير أماكن أو في غير النصوص الموجودة. بالتأكيد. لهذا أختار أكثر لوحاتي آيات قرآنية. ولكن أكتب يعني مرات قصائد أكتبها وأكتب يعني كثير من الأقوال. نعم. أستاذ مجدي يمكن دمج الخط العربي أو الحرف العربي بالفن التشكيلي. نحن نعرف أن كذلك أيضا العكس موجود بالنسبة لبعض الخطاطين. بعض الخطاطين كذلك أيضا دخل مجال الفن التشكيلي وربما مزجه بالخط العربي.
أنا حضرتك من هذه المدرسة؟ أنا أعتبر هذه المحاولة لبعض الفنانين، مو لكل الفنانين. هناك بعض الفنانين يعني حقا لوحاتهم قمة روعة يعني، بس أغلبهم يهربون من الكلاسيك، لا يستطيعون أن يستمرون بالكلاسيك لصعوبتها. طبعا لصعوبة نعم الكتابة الأصيلة بها صعوبة جدا جدا. تكمن صعوبتها وين أستاذ زياد بالتحديد؟ في إخراج الحرف بقوتها يعني بجماليتها. لهذا يعني من الصعب يعني كل واحد يصل إلى المستوى الرفيع. لهذا بعضهم يهربون من هذه المحاولة فيتجهون إلى الأسهل، أو يعني يخلطون الحروف الضعيفة مع بعض الألوان ويخرجون بلوحة يعني. يعني نقدر نعتبر بأن الخط أو اللوحة اللي فيها فقط أو تعتمد فقط على الخط العربي هي من أقوى اللوحات في الخط العربي بالنسبة لي أنا، نظرتي هذه. هذه طبعا وجهة نظر، نعم. ويعني أعتقد بأن فيها الكثير من الصحة، لأن نحن نعرف أن الخط العربي لها قواعد وأساسيات يعني دقيقة جدا. نعم. صحيح أستاذ مجدي؟ دقيقة جدا. يمكن أنا تقريبا حوالي 35 سنة أشتغل على هذا الفن، ولحد الآن لم أصل إلى مستوى بعض الخطاطين القدامى مثل سامي وشوقي وغيرهم. يعني فيها صعوبة كثيرة جدا. نعم. لذلك من الصعب كل واحد يعني يستمر في هذا الفن يعني. نعم. بالنسبة لك أستاذ مجدي، طبعا يمكن احنا تكلمنا عن اللوحات اللي شاركت فيها في مهرجان الفنون الإسلامية، واللي أغلبها يمكن ركز على مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاهرة المعز لدين الله والمدن الإسلامية القديمة بجمالياتها. خارج إطار مهرجان الفنون الإسلامية، ما الذي يستهوي أستاذ مجدي كفنان تشكيلي حتى يعبر عنه في لوحاته؟ هو أغلب الحاجات اللي بعملها كانت خيول عربية. الخيل العربي. ممزوج باب الزخارف الإسلامية. أنت متحيز أستاذ مجدي لكل ما فيه له علاقة بالأصالة العربية. لأن الأصالة العربية غنية جدا. صحيح. بالفعل. طبعا. ومجال غني جدا للتعبير عنه. طبعا طبعا. طبعا الخطاط كان يعتبر هو الفنان التشكيلي بتاع العصر. يعني انا بعتبر الخطاط نفسه هو الفنان التشكيلي بتاع عصر الدولة الإسلامية. نعم صحيح. وغير الى جانب الخيل العربي، شو اللي تحب تركز عليه كذلك ايضا؟ والله في حاجات رسمتها كثير. ممكن مثلا البحر، ممكن مراكب، ممكن، بس طبعا ده ما فيهوش. هذا من البيئه المصريه الجميله كذلك. صحيح. البحر والمراكب. في الرواشين اللي هي بيسموها عندنا الارابيسك. فن الارابيسك هذا فن جميل جدا وايضا لان انا كنت قاعد برضه في جده، في جده فيها رواشين كتير. وبعدين في بورسعيد عندنا كمان، مدينه بورسعيد كان في البيوت الخشب القديمه كده. بعدها زائد قاهره المعز برضو فيها الشغل الارابيسك القديم وكده. جميل جدا. يعني انا يعني اعتبر بان الفنان اللي يركز على تراثه اعتقد يتميز عن بقيه الفنانين. وبعد شخصيتنا. هي دي شخصيتنا الفنيه برضو. بالتاكيد بالتاكيد هذا هو يعني خلينا نقول جذوري، وهذا هو تاريخي، وهذه هي هويتي اساسا كفنان. ايوه. ان انا اركز على التراث العربي والاسلامي الجميل جدا والغني مثل ما ذكرت حضرتك. أيوه. استاذ مجدي، شاركت في معارض خارج الوطن العربي؟ شاركت، بس ممكن يكون مقتنيات يعني. مقتنيات في مقتنيات في قصور في لندن وامريكا وهولندا وفرنسا وكذا. بس ما كان في معارض مثلا مشتركه لا مع حد او غيره. رده فعل الغير عربي او الغير مسلم عندما يرى ما تعبر عنه استاذ مجدي من تراث واصاله في العالم الاسلامي والعربي، كيف تكون عاده، او شو الاسئله اللي دائما تطرح عليك؟ هو مبهور جدا 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 من الحضاره بتاعتنا. حتى لو اشوف الخط العربي من خلال التركيبات الفنيه بتاعته والموسيقى اللي فيه بيعجب بيه من غير حتى ما في اقراه اصلا. صحيح. بالفعل. هذا يمكن لاحظناه في العديد من المهرجانات والمعارض. يعني انا كنت عامل معرض مثلا في جده برضه رصاص،
وواحد اشترى ألماني في لوحة معانا اصرنا نشتريها، كلها حاجات عربية. مع أنه يمكن ما يفهم لا الخط العربي مثل ما ذكرت، ولا يمكن لا علاقة بالتراث العربي أو الإسلامي، لكن جذب. بس جماليات بقى. بالفعل. جماليات الفن العربي. بالفعل. أنت حضرتك صاد ماجي ذكرت أنك أنت تركز على القلم الرصاص أكثر شيء. ما تحب وايد إدخال الألوان أو إقحام الألوان؟ لا لا بالعكس بالعكس، أنا بعمل كل حاجة الحمد لله. برسم كل حاجة. بس الرصاص بلاقي فيه متعة أكثر. وفن ودقة وكل حاجة. السبب؟ الفرشة بتاعت الألوان ممكن تعملي كده تتم المساحة، إنما ده حاجات كده دقيقة. فالدقة دي بتطلع معك التفاصيل وانت بترسم مثلا. صحيح بالفعل. بالنسبة لك أستاذ زياد، يعني يمكن احنا تكلمنا عن التواجد في العالم الغير عربي، خلينا نقول ما بقول العالم الغربي، لا العالم بشكل أجمع. تواجدت في معارض يمكن خارج إطار الوطن العربي. أكثر سؤال يمكن يطرح على حضرتك عندما ترى أعمالك بالخط العربي؟ حقيقة أنا اشتراكي في مسابقات خارجية غير عربية وغير إسلامية قليلة جدا. ولكن اشتركنا في معرض في ماليزيا، بس هم مسلمين طبعا مثلنا يعني، ويحبون الخط يعني حبا يعني غير طبيعيا. فكنت يعني من ضمن لجنة التحكيم هناك، يعني كان هناك مسابقة، فأنا من ضمن لجنة التحكيم. ولكن أكثر مشاركاتي كانت ضمن الدول العربية والإسلامية، يعني تدور حول هذه المنطقة تقريبا. جميل. طبعا يعني اليوم أنا عندي نموذجين يمكن في الخط العربي وفي الفن التشكيلي، نموذجين من الفنانين اللي يركزون الحقيقة على التراث الإسلامي والعربي. هذا الشيء يمكن نحن نتمنى أن يكون موجود في الأجيال الجديدة من الرسامين، وكذلك أيضا من الخطاطين. يمكن الخطاطين مفروغ منه هذا، لأنه يعني مهما كتب بالخط العربي، بس الخطاط العربي بيعرف يرسم، إنما رسام مش لازم يكتب خط. بالفعل. لكن أنا يعني حديثي أستاذ مجدي على أن الجيل الجديد يمكن ابتعد شوي حتى في الفن التشكيلي أو في لوحاته أو في أعماله، ما بقول بس لوحات لأن في أعمال كذلك ثلاثية الأبعاد، ابتعد شوي يمكن عن التراث الإسلامي أو العربي، قاموا يعني يرسمون أشياء حديثة، يحاولون يبتكرون، يعني ينتمون لمدارس كذلك أيضا قد تكون غربية أو قد لا تكون تنتمي لعالمنا أو تراثنا العربي أو الإسلامي. برأيك أستاذ مجدي كيف نجذب هذا الجيل الجديد لتراثنا وأصالتنا؟ هو من خلال المعارض والمهرجانات اللي موجودة، من خلال برضو الإعلام. وبعدين في بالعكس، في أغلب الجيل الجديد دلوقتي ما شاء الله بيتعلم خط كتير، خط عربي وزخارف إسلامية وكده يعني، والحمد لله هنا برضو بتشجع على المسألة دي. والفن التشكيلي تحس أن الجيل الجديد ما زال يعني يتجه إلى الفن التشكيلي إلى جانب الخط العربي والزخرفة الإسلامية؟ ما هنا زي ما قال الأستاذ زياد بقى، أن في الفن التشكيلي في ناس بيستسهل، بيبقى عايز بدل ما يتعب نفسه حتى في تفاصيله والكلام ده كله، بيستسهل في شغل، في مساحات، في لو حتى جريدية ما تشبين لها أي معلم وكده. والناس فنانين كبار خلي بالك بيستثمروا في المسألة. بالتأكيد بالتأكيد. كذلك أيضا يعني الفن ليس له حدود. نحن نشوف يمكن فنانين أو حتى خطاطين يشاركون. ولا جنسية. ولا جنسية ولا دين جنسية. ولا عرق ولا غيره. هو لغة موحدة الحقيقة، يعني قد تكون لغته الكل يفهمها. ولذلك أنا أعتبر بأن كل فنان عنده رسالة يحب يوصلها عن طريق أعماله الفنية. طبعاً. بالنسبة لك أستاذ مجدي، شو هي الرسالة اللي أنت عادة تحب أنك أنت تقدمها لكل متلقي سواء كان عربي أو غير عربي، مسلم أو غير مسلم؟ ما برضو ما إحنا عارفين المسلمين وعشان عرب وعشان فنانين تشكيليين وعشان خططين والكلام ده كله. لازم طبعا نشجع الشباب على هذا الموضوع كله. فدايما الواحد بيشجعهم
وبنبقى عاملين مثلا ممكن في دورات فنية بتحصل بندخلهم فيها وهكذا. جميل. بالنسبة لك استاذ زياد، عادة شو هي الرسالة اللي تقدم من وراء لوحات الخط العربي لاستاذ زياد المهندس؟ اكيد يعني كل لوحة فيها قول أو آية أو نص معين. أنا أكثر نصوصي أو أكثر الأشياء اللي أكتبها يعني الحرص على التعاون بين الناس وعدم كره الآخرين. جميل. نعم. أن يكون يعني في ينتشر التسامح بين الناس. التسامح بين الناس. جميل. أهم شيء يعني أكثر لوحاتي يعني أكتبها في حدود هذا الكلام يعني. جميل. أستاذ زياد كذلك يعني يمكن العديد من الفنانين يخرج خارج إطار اللوحة أو الكانفاس مثل ما تسمونه. شو الأعمال اللي حسيتوا أن أنتوا خرجتوا فيها خارج هذا الإطار بالنسبة لك أستاذ زياد؟ خرجت يوما خارج إطار الكانفاس؟ حقا لا. لا. بالنسبة لي لا، لأن أنا يعني وقتي محدد جدا. لأن أنا موظف بالدائرة، فالأوقات أوقات فراغي بس أستطيع يعني أكتب لوحة وخلاص. يعني ما عندي طلعات مثلا أو أكتب خارج هذا النطاق. ولا فكرت حتى أنك تحولها إلى عمل ثلاثي الأبعاد مثلا؟ لحد الآن لا، لحد الآن ما جربت. محدد جدا مع أن يعني الخط العربي جميل جدا عندما يحول إلى يعني أعمال ثلاثية الأبعاد. أكيد. بالنسبة لك أستاذ مجدي، فكرت أنك تأخذ خارج إطار الكانفاس؟ ما من قدريات، شرط في قدريات كثير. ما شاء الله. قدريات. وأصلاً أنا يعني بدأت برضه وأنا صغير خالص على الرسم في الأرض. التباشير كده. وبعدين حاجة جدارية بس بوضع آخر. وبعدين مثلاً في سنة 67 أيام الحرب والكلام ده كله، فكنت برسم على الحيطان وبكتب برضه شعارات وطنية على الحيطان برضه. جميل. هذا في صغرك كانت. يعني وانا عندي 10 سنين يعني. خلينا نقول هذه بداياتك كفنان. ربما انا اعبر عن وجهة نظري. جميل. هذا الشيء بعدين ما انتقل وياك يوم اصبحت فنان محترف؟ لا، انتقل الي في حاجات ثانيه بقى، في اشكال ثانيه خالص يعني، مش في لوحات جداريات. في لوحات جداريات كبيره. جميل جدا. الان الطموح اللي يعني اعتقد كل فنان او كل خطاط عنده طموح، عنده هدف يبغى يوصل له. انت ذكرت يمكن استاذ زياد ان الفنان عمره ما يوقف عند مرحله معينه. اكيد. شو هو الطموح اللي انت لين اليوم تحس انك انت ما وصلت له تبغى توصل له ان شاء الله؟ اذا نحاول نصل ما نصل. بس هذا انت لازم تحاول يعني تصل الى اعلى مستوى اللي انت تقدر عليه. فالطموح يعني لازم انت تعمل وتعتبر نفسك لحد الآن تلميذ يعني. تريد تتعلم. إذا جميل. أنت وصل لمستوى قلت أنا اكتفيت خلاص يعني. نقطة النهاية تكون هناك. بالضبط. أنا أعتقد كأنك قضيت على نفسك كفنان. نعم. أو قضيت على إبداعك كفنان. هذا الطموح موجود إن شاء الله. ونحاول ونتمرن نمشق ندور ان شاء الله نصل الى مستوى معين ان شاء الله يا رب. بالنسبه لك استاذ مجدي؟ بالنسبه لي انا حتى الخط العربي والفن التشكيلي وكل الفنون مش مرتبطه لا بسن ولا يعني زي لعيب الكوره مثلا. فالواحد ممكن لغايه ما يموت وهو بيشتغل. بالضبط. ولغايه ما يموت وهو بيتعلم. صحيح. ما لها عمر معين. ما لهاش اي عمر خالص الحمد لله. بالعكس ممكن عندما كل ما تزداد التجربه فيها والخبره يحصل فيها يحصل نضج اكبر. بالضبط. يحصل نضج اكبر. ربما تنتقل مرحله الى مرحله اخرى. هذا ما يحصل مع الفنان وما يحصل مع الكاتب كذلك. بالضبط. ايضا. صح. نعم. عموما كل التوفيق لكم وشكرا على وجودكم في الشارقه. شكرا على وجودكم. شكرا. كذلك ايضا في اماسي كل من الخطاط زياد المهندس من العراق وكذلك ايضا الفنان التشكيلي استاذ مجدي خضير من مصر الحبيبه. شكرا لكم. شكرا. اذا مشاهدينا وصلنا الى ختام امسيتنا كذلك. الى اللقاء.